السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي الغالية، إن شاء الله دائما نلقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الطواجين ديال الشطون أو لي زونشوا بطريقة أكثر من رائعة وفي نفس الوقت سهلة وسريعة. فغادي نبداو على بركة الله المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الطواجين ديال اليوم. فكناخدو لي زونشوا كنغسلوهم وكنقيو كنخليهم كيسقطرو مزيان من داك الماء ديالهم. فكتاخدو الكميه اللي تكفيكم على حسب عدد الافراد، نص كيلو او كيلو او ما اكثر، 3 مطيشات، 2 ديال الفلفلات حمر. غادي نحتاج ايضا 2 معالق كبار او 3 د المعالق كبار على حسب الكميه ديال لي زونشوا ديال القزبر والمعدنوس، 3 د الفصوص ديال الثومه محكوكين، شويه ديال الهريسه، الملحه، الكمون، التحميره والابزار. غادي نحتاج ايضا الورقه ديال سيدنا موسى او ورقه الرند، وشويه ديال الزعتر، وعصير ديال نصف حامضه. غادي نحتاج ايضا زيت الزيتون وزيت المائده. فتيكون هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو للطويجين ديالنا ديال اليوم اللي غادي يعجبكم ان شاء الله الا جربتوه، غادي يعجبكم بزاف بزاف. فكناخد هنا ديك مطيشه وديك الفلفله كما لاحظتوا قطعتهم لدوائر كما كتلاحظوا على هذا الشكل. غادي نخليهم على جنب وغادي ناخد شي حاجه فاش غادي نخلط الشرموله ديالي. فانا درت شويه ديال الزيت الروميه او زيت الزيت العاديه، كنضيف عليها زيت الزيتون. من بعد غادي نجيو داك الربيع غادي نضيفو. فالطريقه ديال هاد الطويجين جد سهله وسريعه وفي المذاق غادي تعجبكم، انا متاكده الى جربته. غادي نضيف ديك الثومه مع داك التوابل، بعد غادي نزيد داك العصير ديال نصف حامضه. الا ما كانش متوفر الحمض يمكن لكم تعوضوه بالخل. غادي نضيف الزعتر وغادي نخلي دوك ورقه الرند حتى من بعد. غادي نخلط مزيان هاد الشرموله، فضروري اننا نستعملوا الرند والزعتر كيضيفوا واحد النكهه رائعه لهاد الطاجين. فالا بغيتوا تحضروه فضروري من الزعتر ومن ورقه ديال الرند او ورقه ديال سيدنا موسى. من بعد كنجيب واحد شويه ديال الماء كما لاحظتوا غير كميه قليله، فبالنسبه للطويجين ما كيكونش فيه الماء من غير هذه الكميه اللي كتلاحظوا معايا، ما كنديروش فيه الماء نهائيا، كنخليوه كيطيب في ديك الماء اللي كتطلق مطيشه واللي كيطلق لينا الحوت، وهاد شويه ديال الماء اللي كنضيفو. فكنجيبو الطاجين وكنستفو فيه ديك مطيشه اللي قطعناها شرائح على هذا الشكل. فانا استعملت 3 ديال المطيشات اللي قطعتهم على هذا الشكل. فبالنسبه للشرموله واحد الملاحظه بالنسبه ليا، هنا ما ضفتش واحد المعلقه صغيره ديال الطماطم المركزه او مطيشه الحك، يمكن لكم تضيفوها للشرموله ديالكم كتعطي مذاق اكثر من رائع وكتزيد كتبنن لينا هاد الشرموله. فبالنسبه لليوم فما توفرتش عندي، فدائما كنضيفها، كنضيف معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك. فاذا لم توفر عندكم الافضل انكم تزيدوها، كتزيد كتبنن لينا الطويجين ديالنا. من بعد كنجيب ديك الفلفله الحمراء كنضيفوها من فوق مطيشه. فهاد الطاجين طاجين شمالي تيطواني، كيستعملوه بزاف الشماليين، فانا بحكم انني كنت ساكنه واحد المده طويله في الشمال فكنت تنشوف هاد الطويجنات ومن ثم بديت تنديرو. الصراحه ما كنستغناش عليه، كيجي اكثر من رائع، لذيذ لذيذ بزاف، الا جربتوه غادي يعجبكم. فهنا كنضيف ورقه ديال الرند اللي ضروريين في هاد الوصفه، كيعطيونا واحد المذاق رائع لهذا الطاجين. فانا استعملت 3 د الوريقات ديال الرند. من بعد كنجيب ديك الشرموله وكندوز فيهم داك لي زونشوا او الشطون، كندوزهم فهاد الشرموله مزيان حتى تيشربوا ديك الشرموله، وكنبقى كنستفهم فهاد الطويجين. فبالنسبه لهاد الطويجين هذا فايت لي صورته، وفاش طاب داك المقطع نتاع فاش طاب تمسح ليا، فخليت هاد حتى عاودتو مرة أخرى وصورتو لكم، صورت المقطع اللي تمسح ليا وبغيت نشاركو معكم لأنه كيجي لذيذ لذيذ بزاف. فإلا جربتو صديقتي أنا متأكدة أنه غادي يعجبكم. فهو طاجين جد صحي وما فيش نهائيا لا مجهود، كيتحضر في واحد الظرف اللي هو وجيز،
فالنصيحة اللي نقدم لكم هو أنه يطيب على نار اللي كتكون مهيلة مهيلة بزاف، وما بقاوش نحلو عليه كل مرة باش ما كان نخرجوش داك البخار، لأنه كيطيب في داك البخار ديالو، فكنسدو عليه وكننقصو عليه البوطه مزيان حتى تدوز تقريبا نص ساعه، وكنحلو عليه. الا لقينا ديك الفلفله ديالنا طابت لينا مزيان وما طيشه فكنطفيو عليه، الا خصها شويه كنزيدوه واحد شويه ديال الطياب، فغير هو النار او العافيه نخليوها تكون مهيله باش كيطيب لينا هاد الطويجين على حقه وطريقه كيجي بنين. فغادي نكمل التستاف ديال لي زونشوا، كنستفهم على الطريقه حتى تنسالي الكميه كامله، فكديروا الكميه على حسب عدد الافراد وعلى حسب الرغبه ديالكم. يمكن لكم ديروا غير نص كيلو، كيف يمكن لكم ديروا كيلو او اكثر. فهنا بعد ما ساليت التستاف ديال لي زونشوا كنضيف ديك الشرموله اللي بقات ليا، يمكن لكم تضيفوا عليها واحد القطرات من الماء وتخويوها من الفوق. كما قلت لكم ما كنكثروش الماء نهائيا، كما لاحظتوا ضفت غير واحد شويه ديال الماء لديك الشرموله. ومن بعد كنجيب واحد مرصويه ديال الفلفله اللي خليتهم باش كنزين بهم الطاجين ديالي من الفوق. طاجين جد سهل وفي نفس الوقت راه كيجي بنين، فدائما صديقتي كنبغي نشارك معكم الامور اللي هي سهله وبسيطه وفي متناول الجميع، وان شاء الله الا جربتوهم غادي يعجبوكم. فدابا ما بقى غير نغطي على الطاجين ديالي ونخليه يطيب على نار اللي كتكون مهيله. فهنا صديقتي من بعد ما طاب لي الطويجين، فكما قلت لكم هنا خليت هذه اللقطه حتى طيبته مره اخرى، لانني ما كنستغناش على الطويجين، فمره مره كنطيبو كيكون لذيذ بزاف، كنخليو فيه كما لاحظت واحد المريقه اللي كتكون خفيفه او عفوا قليله، ما كانت تكونش كثيره بزاف. كما لاحظتوا كتجي رائعه بزاف، الى جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم. كنتمنى صديقتي الى عجبكم الفيديو، فما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم الايجابيه ومن البارطاج الى كنتو جدد، دائما كنرحب بكم مرحبا بكم. اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.